نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، قدمت خلالها الإدارة العامة للحماية المدنية بيانات عملية حول مهام عمل الإدارة في مجالات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والتعامل مع المفرقعات، مع استعراض الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء تلك المهام. الأول من مارس من كل عام يواكب الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، وقد نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور الحماية المدنية في حماية منكوب الأزمات والكوارث بالمقر الجديد للإدارة العامة للحماية المدنية. استعرضت خلالها المعدات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والكشف عن المفرقعات. فريق الإنقاذ عندنا هنا مدرب على أحدث الوسائل، وبيتم التدعيم ده من خلال وزارة الداخلية بالدورات التدريبية والعمل المشترك مع كثير من الجهات. احنا كمان تطورنا في حتة ان احنا خرجنا من ان احنا بننقذ بس، احنا كمان بنشتغل في مجال كمان الفيرست ايد او الاسعافات الاولية من خلال برضو التعاون مع جمعية الهلال الاحمر. وحصل كذا دورة تدريبية مشتركة ما بين الضباط والافراد والجمعية، وازاي تعرف تتعامل ان انت مش تخرج مصاب بس بالعربية او من المكان المحتجز فيه، لا ده انت كمان انت تقدر تسعفه. اهداف اداره الانقاذ النهري هي تامين الارواح والممتلكات ضد اعمال الحريق والغرق، وبيتم الانتقال ده في خلال دقائق معدوده، يعني في خلال دقائق لازم يكون موصلين لمكان البلاغ للتعامل معه بشكل فوري. وفي حضور ممثلين عن اطياف المجتمع كافه، أدى رجال الحماية المدنية بيانات عمليه متنوعه اكدت على التطور في اداء رجال الاداره في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية، من إطفاء حرائق إلى تعامل مع المفرقعات وصولاً لعمليات الإنقاذ البري، بمشاركة عناصر شرطية نسائية مجهزة ومدربة لأداء تلك المهام. شاركنا في بعض البلاغات المختلفة في أرض الواقع، وشاركنا برضو في الميدان على فريق الإنقاذ سواء إنقاذ إطفاء، ونزلنا بعد البلاغات بطرق مختلفة. احنا النهاردة شاركنا في عرض إنقاذ مصاب وبنخلي من أعلى المبنى. العروض التدريبية التي أداها رجال الحماية المدنية عكست التطور الكبير في أدائهم، والذي يمكنهم من أداء مهامهم لحماية الأرواح والممتلكات بكفاءة وفاعلية، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للإدارة العامة للحماية المدنية. النهاردة إن إحنا بنحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية، طبعاً بقول كل رجالة الحماية المدنية مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم، كل سنة وانتم طيبين. عندنا تدريب متطور محلي وتدريب بالخارج، بنشارك في مؤتمرات دولية، بنشارك في المنظمات الدولية، بنشارك في أكتر من برنامج دولي. النهاردة اتفرجت على خبراء المفرقعات ازاي بيفكوا المفرقعات من المنظمات الإرهابية. موضوع ممتع جدا، ولقيت فيها بصراحة حاجات مهمة جدا. يعني أنا بشكر رجال الحماية المدنية على شغلهم، على إن هم بيحمونا، وشكرا جزيلا ليهم. اكتشفت حاجات كتير واستفدت حاجات كتير، عرفنا ازاي بيحمونا وازاي بيعملوا كده، كشف المفرقعات والمطافي والحاجات دي. مبسوطه، وكان كان حاجه حلوه قوي ان اشوف الحاجات دي، ما كنتش اعرف عنها قبل كده. وياتي الاحتفال ليؤكد قدره وجاهزيه رجال الحمايه المدنيه على اداء مهامهم بشكل فعال وبمنتهى الاحترافيه لحمايه ارواح وممتلكات المواطنين، والدعم التقني واللوجستي الذي يمكنهم من أداء تلك المهام. رجال الحماية المدنية يثبتون كفاءة وفعالية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، فهم مزودون بأحدث أنواع المعدات والأجهزة للتعامل مع تلك الكوارث، ومدربون وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للتعامل معها أيضاً، وهو ما ظهر جلياً من خلال البيانات العملية في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.